كانت عقده بالنسبه للفريق انه ما يحققش نتيجه ايجابيه في الجوله الاولى، يعني في افتتاح البطوله. والان يعني المجموعه يعني المعنويات راهي مرتفعه، وكما قلت لك الاصابات ما كاش، يعني ان شاء الله الاسبوع هذا نخدموا ان شاء الله باش نجهزوا الفريق ونوضعوا يعني الفريق في احسن الظروف للعب المباراه الجايه ضد شباب القبائل ان شاء الله. يعني لما تكون تغيير تاع 24 ساعه ولا يعني ما فيهاش مشكل. شباب القبائل نادي كبير متعثر في اول جولات، راح يمد كلش باش حتى هو يحقق النقاط. احنا ماناش رايحين في ثوب الضحيه، رايحين حتى احنا ببوان تاعنا تاع ليكيب تاعنا. حققنا ثلاث نقاط تعد حافز لينا احنا. مباراه تاع شباب القبائل راح تكون ان بو ديفيسيل كيما الماتش تاع خنشله، كيما تولي ماتش اللي راح يجيونا ان شاء الله. راح نحضروا له بكل جديه كيما كامل اللقاءات اللي راح نحضروهم. ان شاء الله راح نذهبوا نروحوا لمدينه تيزي وزو باش نحققوا ثلاث نقاط ان شاء الله، ولو على الاقل نوليو بنقطه ملعب اول نوفمبر.